الأزمات النفسية اللي عم بيعيشوها اللبنانيين لا تبشر بالخير ولا تبعث على الطمأنينة، لا بل تزيد من عمق الأزمة الوجودية للجماعات المتنوعة الغير منسجمة أساساً العيشة بلبنان. يعني خلينا نبلش نحكي الحقيقة، الناس ما عم بتشوف الأمور من منظار واحد ومن منظار مشترك، وهذا لا يطمئن بطبيعة الحال، يعني لأنه بحالات الحرب الناس كلها سوا بتكون يعني متفقة. طبعا الكل مجمع على أنه ما بده حرب، ولكن الخلاف بالنظرة إلى الحرب مختلف. عم نوصف واقع. هلا القرى الحدودية بجنوب لبنان دخلت بالحرب، هي بالحرب يعني عمليا، لأنه النزوح من والناس تترك بيوتها وقراها ومدارسها هو أحد نتائج الحرب. القصف حرب، حرق البساتين والمحاصيل الزراعية حرب، استهداف سيارة وقتل مدنيين عزل وبنات صغار وأمهم وستهم حرب. فمش ضروري يكون القصف بوسط بيروت لنكون بالحرب. والواجب الوطني والأخلاقي بيملي علينا أنه نكون عم نتعاطى مع الأحداث على أنه نحن بحالة حرب. أقل هو واجبنا المهني كصحفيين بحتم علينا نحن ننظر، يعني إذا بدنا نتجرد من مشاعرنا الذاتية نحن بحرب ولازم نتعاطى مع الموضوع كحرب، والإعلام اللبناني أساساً بحرب، وأول شهيد سقط إعلامي يعني عصام عبد الله. فلا يجوز اعتبار القصف على الجنوب بأنه بعيد عنا، لأنه نحن جغرافياً بعاد عن مناطق الاشتباك صحيح، بس أنه أو عم ننقى بنفسنا شيء غير صحيح، وذلك من باب التضامن الوطني والأخلاقي. وكذلك الأمر من حق كل لبناني أن يتمسك برفضه للحرب، ومن حق أهل الجنوب أيضاً أن لا يعودوا لسنة 1978، يعني كمان من حقهم، يعني من مناطق محرومة إلى مناطق عمرانة ومناطق فيها مدارس فيها مستشفيات فيها جامعات كمان ما بدها حرب. هلأ فهاي المنطقة ما بيسوى يعني نرجعها لل 78، لأنه كمان وقت الجنوب بده يتدمر تداعياته على لبنان كله سوا، فالبلد كتير صغير وما حدا قادر ينقى بنفسه عن حدا، لأنه كل مصيبة بتصيب أي منطقة ارتداداتها بدها تكون وين ما كان. هلأ من هذا المنطلق حقنا أنه نبقى الضغط الشعبي على الدولة، على الدولة لتجنب الحرب. ليش عم نقول على الدولة؟ لأنه ما لازم يكون الضغط الشعبي من الناس على حزب الله، لأنه مرجعنا هو الدولة ولو كانت مغيبة. فرأيي وهذا رأي شخصي، الله نطالب الحزب بعدم توسيع رقعة الاشتباك، لأنه هذا يعتبر تكريس لهذا الأمر الواقع. يعني بنحكي مع الدولة، نحن ما منخاطب حزب الله.